مدينة حارم تفتقر لأي مرفق صحي خاص، يعني ما في بحارم أي عيادة خاصة، لا في طبيب داخلية، لا في طبيب جراحة، حتى طبيب عام ما في بحارم. فبصراحة مجمع السلام الطبي بحارم هو الملاذ الوحيد اللي بيقصده المريض وبيستغيث وبيلجأ له. مع إيقاف الدعم صار في عنا نقص بالأدوية، نقص كبير بالأدوية، علما أنه نحن عنا هون مراجعين، أكثر من 200 مراجع ل 300 مراجع يوميا، عم نخدم حوالي أكثر من 8000 شخص شهريا. الوصفات أغلبيتها ما نعم تنصرف من عنا، نقص الدواء كبير جدا، وعم نحاول يعني بشتى الوسائل أمل متطلبات المراجعين بالدواء المتوفر حاليا بالمجمع. رجعت المركز اليوم لتلقي العلاج. المركز الصحي هون في مدينة حارم بيقدم خدمات كثيرة، بس بسبب قلة الدعم اليوم الفترة هاي صار في نقص كبير بعدد الأدوية، وهذا الشيء صار يعانوا منه كثير ناس، انه يجي يتعاين هون يحتاج دواء ما هو موجود، وفي الخارج في غلاء كثير، حتى العيادات الخاصة قليل ما تواجد هون، وين تواجدت كمان في غلاء.